محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا بك لينا. لينا دعينا نبدأ من الارتفاع الذي حصل على مؤشر الدولار والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ تموز العام الماضي بعد بيانات التضخم الأمريكية، ما هي معطيات ذلك؟ نعم، بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستويات في 15 شهرا. نحن نتحدث منذ يوليو 2020، هذه الارتفاعات نشاهدها بسبب بيانات التضخم التي جاءت أفضل من التوقعات. كانت التوقعات ب 5.18%، جاءت عند 6.12%، هي إيجابية جدا. هل سيضطر الفدرالي الأمريكي الأسواق تسعر رفع الفدرالي الأمريكي قبل نهاية النصف الثاني من العام المقبل عام 2022؟ نحن نعلم أن الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له بدأ بتقليص برنامج شراء سندات بواقع 15 مليار دولار شهريا، وقال أن التضخم عابر ومؤقت ويعود لأسباب مرتبطة بأزمة الطاقة، بأزمة سلاسل التوريدية لعوامل مؤقتة. هل مع هذه الارتفاعات في التضخم الكبيرة التي لا تعتبر الآن باعتقاد الجميع أنها عابرة، فهل سيضطر أنه رفع الفائدة قبل هذا العام؟ كانت هناك توقعات بأن يقوم بيوليو عام 2022، الآن يناير 5%، آخر توقعات لمجموعة CME أي توقعات بمارس 19.17%، مايو 37.7%، ويونيو 69.5%. فالتضخم عم بيرتفع وعم بيشكل، يعني إذا نظرنا إلى المستويات المستهدفة لدى البنوك المركزية حول العالم هي 2% أو أكثر بقليل من 2%، الآن عم نتحدث نحن عن 6%. لا ننسى أنه عنا في إدارة جو بايدن سوف تنتهي في فبراير، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع عم بيهلك جيوب الأمريكيين، فبالتالي عم بيفقد من التأييد الشعبي لجو بايدن. تقريبا نحن إذا نظرنا إلى شعبية جو بايدن نتحدث عن 42% قد فقدها خلال سبتمبر، فهذه من الأمور الهامة اللي عم تأثر، وعم نشوف كيف إنه في طلب الآن على الدولار الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي عم بيتباطأ، إذا نظرنا إلى كل الأرقام شفنا كيف الناتج المحلي عم نشوفه ببريطانيا تراجع بالنصف بالربع الثالث، نحن نتحدث 1.13%، شفنا الضغط على الجنيه الاسترليني مقابل كان ربع الثاني ب 5.15%، مقارن مع توقعات 1.15%، والان في تباطؤ في الاقتصاد الامريكي، وشفنا كيف الربع الثالث جاء هناك اقل كان من التوقعات. نعم لينا، ايضا التضخم لم يؤثر فقط على الاسواق او الاقتصاد الامريكي، نلاحظ انه اثر على الليره التركيه التي انخفضت بشكل لافت بعد ان فقدت حوالي 25% من قيمتها هذا العام. نعم بالفعل، يعني الليرة التركية يعني في همومها كما نقول، عم نشوف كيف إنه الليرة التركية تنهار، يعني نلاحظ ارتفاع للدولار مقابل الليرة التركية، عم نتحدث عن مستويات قاربت 10، ربما نرى 10 و15 لعدة أسباب، سواء كانت سياسية بالأوضاع السياسية التي شهدناها خلال الفترة الماضية مع الحلفاء الغربيين بالنسبة لتركيا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي أثر بشكل كبير كان على الليرة التركية. نحن نتحدث عن التضخم بارتفاعات بأكثر من 19%، عم نتحدث أنه خفض أسعار الفائدة البنك المركزي وأقال عدة محافظين من البنوك البنك المركزي التركي 3 مرات في أقالهم، وبالتالي عم نشوف كمان خفض لأسعار الفائدة 16% في ظل ارتفاعات في مستويات التضخم. الإضراب الذي شهدناه بإغلاق مكاتب الصرافة التركية كمان أيضا أثر على الليرة التركية، فعوامل اقتصادية عوامل سياسية عم بتأثر على الليرة التركية، وعم نشوف بالفعل تراجعات وضغوط بيعية كبيرة على الليرة التركية. يعني رغم بعض التهدئة كانت من رجب طيب أردوغان ببعض الإعفاء ببعض الرسوم على التعرفة الكهربائية، لكن لم تفيد بشيء، وعم نشوف كيف الضغط مستمر والتراجعات والتوقعات، يعني يكون أيضا خافت
9%، رغم بعض البيانات كانت إيجابية أيضا بالنسبة لمؤشر البطالة تراجع في تركيا. نعم. طيب لينا، نذهب إلى المعدن الأصفر والذي هو أيضا يوم أمس لامس مستويات قياسية لم يلامسها منذ 5 أشهر. هل الذهب الآن يمثل أفضل الأصول لمواجهة معدلات التضخم؟ نعم، نحن نعلم الذهب هو يعتبر أداة تحول ضد ارتفاع التضخم، ومن ناحية التضخم وقت عم بيرتفع أكثر من التوقعات يعني ب 6.2%، فعم نشوف إنه الارتفاع توجه الآن إلى الملاذ الآمن، لأنه يعتبر أداة تحول كما ذكرت ضد ارتفاع التضخم. نحن عم نشوف كيف التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، إذا نظرنا إلى بريطانيا إنه انخفض من 5.15% بالربع الثاني إلى الربع الثالث 1.13%، تصير في 20% التراجعات مقارنة ب 1.13% في الربع الثاني. إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث 2% مقابل كانت بالربع الثاني 6.17%، في ظل التباطؤ الاقتصادي، في ظل أنه حزم الإنفاق على البنى التحتية التي أعلن عنها جو بايدن بتريليون دولار، هي رح تدفع التضخم نحو الارتفاع. عم نشوف أنه أسعار السلع ما زالت وأسعار الطاقة عم ترتفع بشكل كبير، تعثر سلاسل التوريد، هذا عم يعطي أنه ارتفاعات التضخم، فبالتالي متوقع بعد المستويات اللي وصلنا لها نحن فوق ال 1860 ممكن نشوف مستويات قريبه. نعم. الى ال 1900 دولار للأونصة بالنسبه الى الذهب، الى ان يقوم الفدرالي الامريكي باي تحرك نحو تغيير في سياسته وبدايه رفع اسعار الفائده راح يشكل بعض الضغط. شكرا. نعم. لك محللة اسواق ماليه في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي.